بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة شعراوي الشعراني. في هذا الدرس المميز الجديد طلبت مننا أن احنا نشرح لكم برنامج اكتب رصيدك، يعني يبقى عندك رصيد ما لا نهاية توريه لأي زميل ليك، تقول له أنا عندي رصيد وتذهل بيه أصدقائك وأصحابك وكل الناس، توريهم الرصيد اللي عندك وانت اصلا ما عندكش رصيد. بالبرنامج اللي انت طلبته مني شرحه في اكتر من تعليق اكتب رصيدك. البرنامج هتلاقي رابط تحميله اسفل الفيديو، مش هتعمل اي حاجة غير انك هتخش على البرنامج كده، هتكتب الرسالة اللي انت عايز توريها لزميلك او اي حد عندك انت عايز تخدعه ان انت معاك رصيد. مثلا هنكتب كأننا لسه قافلين من مكالمة: تم خصم 20 قرش ورصيدك الحالي مثلا 150 جنيه. عشان توري صديقك اكنك كده دلوقتي بتتكلم في التليفون، وهتنزل التليفون من ودنك، هتقوم دايس على كلاسيك جراند او اي حاجة واس 4، تختار نوع التليفون. ما عندكش نوع تليفون تختار كلاسيك، تضغط ضغطة واحدة اكنك دلوقتي شدت التليفون من اذنك، هتقول له شوف انا بص معايا رصيدي كام، هلاقي تم خصم 20 قرش ورصيدك الحالي 150 جنيه. تكتب اللي انت عايز تكتبه، هيشوفه اكيد صديق لك هيذهل، هتضغط على اوكي قدامه كده هيصدق ان انت معاك 150 جنيه رصيد. بس هو ده كان شرحنا النهارده ازاي تخدع زميلك، تقول له ان انت عندك رصيد وانت ما عندكش رصيد. طبعا انتوا اللي طلبتوا شرح البرنامج دوت، انتظرونا في الفيديوهات الجايه في شرح باذن الله تعالى هيكسر الدنيا، انتوا هتنتظروه وناس كتير جدا جدا منكم منتظراه. عشان كده اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس وانتظر مننا كل جديد. كل حاجة بإذن الله تعالى هتكون عندنا على القناة، رابط تحميل البرنامج من أسفل الفيديو. شكرا لكم.